لا تخافوا، هذه هي الكلمات الأولى في الخطاب الأول للبابا البولندي عند انتخابه في عام 1979. هذه هي الكلمات التي قالها البابا تشارم الثاني، كلمات تغير العالم. وهذه الرسالة هنا في وارسو هو كان البابا هنا في وارسو في عام 1979، كانت رسالة قوة ورسالة إيمان ورسالة صمود، رسالة للشعب. هذه كانت رسالة ضد القمع منذ 30 عاما مضت، كانت رسالة لمواجهة الوحشية، وحشية جورج بو والاتحاد السوفيتي. تذكرني هذه الكلمة، وبعد 10 سنوات انهار الاتحاد السوفيتي وتحررت هذه البلدان من السيطرة. في هذه المعركة لابد أن يكون لنا نظرة ثاقبة. هذه المعركة لن ننتصر فيها في خلال أيام أو شهور، لابد أن نعرف أنه أمامنا معركة طويلة. سيدي الرئيس، سيدي رئيس الوزراء، سادة أعضاء البرلمان، الحضور، الموقرون، الشعب الأوكراني، وأعتقد أن هناك بعض من الشعب الأوكراني هنا أيضا. نجتمع اليوم هنا في هذه القلعة الملكية، وهو المكان الثاني ليس فقط في أوروبا ولكن في العالم كله، التي تمثل رمز للحرية. لسنوات عديدة واجهت وارسو تحديات كبيرة، تحديات لحريتها ولاستقلالها، عندما قامت ناس بالهروب من تشيكوسلوفاكيا بعد سيطرة الاتحاد السوفيتي. أحدهم كانت امرأة اسمها مادلين أولبرايت، وهي أصبحت أحد أكبر النساء المدافعات عن الحرية في العالم، وأنا عملت معها وتوفيت منذ 3 أيام. لقد كافحت طوال حياتها للاستقلال والديمقراطية، والآن ونحن نواجه ويواجه الأوكران في الصفوف الأمامية هذه الحرب ضد الديمقراطية. هم يدافعوا عن المبادئ الديمقراطية. حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي وحرية المجتمع بأكمله، ولكنهم دائما كانوا في حرب، في معركة، في كل
العالم ليس مثاليا كما نعرف. للأسف طموحات القلة القليلة تسيطر على حرية العالم. رسالتي إلى الشعب الأوكراني هي الرسالة التي أوصلتها اليوم لوزير الدفاع ورئيس الوزراء ووزير الخارجية. نحن نقف إلى جانبكم. اليوم نحن نتذكر المجر في عام 1961 وبولندا في عام 1961. الدبابات السوفيتية هاجمت هذه البلدان، ولكن المقاومة استمرت حتى في عام 1989 انهار حائط برلين والشعب انتصر. ولكن المعركة من أجل الديمقراطية لا يمكن أن تنتهي، ولم تنتهي بانتهاء الحرب الباردة. في خلال 30 عاما الماضية الحكومات الدكتاتورية والشمولية حاولت أن تسيطر على العالم. قدموا لنا رؤيتهم وعدم احترامهم للديمقراطية والحرية، واليوم روسيا تقوم بذلك بشكل صارخ. بوتين لديه الجرأة ليقول أنه يود أن يحيد أوكرانيا، أن ينتزع النازية من أوكرانيا. الرئيس زيلينسكي كان منتخبا، هو يهودي وأبوه توفي في الهولوكوست، وبرغم من ذلك بوتين لديه الجرأة أن القوة هي التي سوف تضع الأمور إلى صوابها. هو قال دعونا نؤمن بأن الحق هو الذي يحقق القوة. دعونا نضع قوة الديمقراطية أولا. دعونا نتذكر أن الاختبار في هذه اللحظة هو الاختبار الذي واجهناه دوما. الكرملين يود أن يفكر، يود أن يعتقد أن الناتو وتوسع الناتو هو هجوم على روسيا، وهذا أمر غير صحيح. الناتو هو قوة دفاعية، ولم تعتزم أبدا أن تهاجم روسيا. لقد عملنا لأشهر طويلة بسبل دبلوماسية لردع روسيا عن ما كانت تحاول أن تفعله. لقد قدمنا عروضا دبلوماسية ولتعزيز الشفافية وبناء الثقة على كل الجوانب، ولكن بوتين وروسيا رفضوا كل هذه المقترحات والعروض. وصلنا إلى نهاية كل المفاوضات. روسيا كانت تنتوي العنف منذ البداية. أعرف أن الناس لم يصدقونا، ولكن قلنا هذا منذ اليوم الأول. قلنا أنهم سوف يعبرون الحدود وسوف يهاجموا على أوكرانيا، ولكنه هو قال مرات ومرات لا، أنا لن أجتاح أوكرانيا. كررها مرارا وتكرارا وقال أنه لن يهاجم أوكرانيا ولن يعبر الحدود. لا يوجد أي نوع من أنواع الاستفزاز أو التبرير لخيار روسيا للحرب. إنه مثال. المثال الأمثل لنشر المعلومات المغلوطة حتى يتمكن من السيطرة. وهو يهدد لأن نعود إلى عقود من الحرب
قبل أن يتم وضع نظام الدولي الحالي. لا يمكن أن نعود مرة أخرى إلى هذا الوضع. إن جسامة هذه التهديدات هي السبب الذي جعلنا نحن في الغرب نتحد ونأخذ خطوات غير مسبوقة. العقوبات الصارمة هي التي سوف تغير مسار روسيا. نحن عملنا معا بشكل مشترك لفرض عقوبات على روسيا حتى نتمكن من التأثير على اقتصادها وعملنا أيضا على وقف كل الصادرات إلى الولايات المتحدة. حتى الآن نحو 140 من الأوليغارش الروس تمت معاقبتهم هم وأسرهم وذويهم. قمنا أيضا بفرض عقوبات على نحو أكثر من 400 مسؤول من المسؤولين الحكوميين الروس حتى الآن. فالأوليغارش وهؤلاء المسؤولين الحكوميين هم من يستفيدوا من الفساد في الكرملين، والآن لابد أن يشعروا بالألم. القطاع الخاص أيضا لابد أن يشعر بوجع العقوبات. نحو المئات من الشركات غادرت وأوقفت عملها في داخل روسيا، بما في ذلك الماكدونالدز وغيرها من الشركات. قيمة الروبل انهارت بشكل سريع وكبير، فدولار واحد يساوي 200 روبل. الاقتصاد سوف يفقد نصف قيمته في السنوات القادمة. كان الاقتصاد الروسي هو الاقتصاد 11 في العالم، ولكنه وكان هذا قبل هذه الحرب. هذه العقوبات الاقتصادية تهدف إلى إلحاق الضرر وتقويض قوة روسيا وإمكانيتها على فرض سيطرتها وقوتها. وإنه بوتين، فلاديمير بوتين، هو من يتحمل المسؤولية. الغرب بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية قام أيضا بتوفير كل المساعدات الإغاثية للشعب الأوكراني. نحن في أمريكا أرسلنا نحو أكثر من 600 مليون دولار قبل أن يمر الأوكرانيون من الحدود الأوكرانية. وفي الأيام التالية التزمنا بدفع مليار دولار من المساعدات العسكرية والذخيرة إلى أوكرانيا. وبفضل هذه المعدات تمكنت الجيش الأوكراني من تدمير وضرر كبير بالقوات الروسية. القوات الأمريكية موجودة في أوروبا، ولكن ليس لتنخرط في حرب مع القوات الروسية، ولكن نحن هنا للدفاع عن الحلفاء الناتو. بالأمس التقيت بالقوات التي تحارب وتدافع إلى جانب القوات البولندية، ولكن لا تفكر حتى الدخول إلى شبر واحد من أراضي الناتو. نحن لدينا التزام مقدس وفقا للمادة 5 للدفاع عن كل شبر من أراضي دول الناتو بكل ما لدينا من قوة. اليوم أيضا أنا زرت الاستاد حيث كان هناك الآلاف من الأوكرانيين، وكانوا يحاولوا الإجابة على أصعب الأسئلة التي يمكن أن يسألها الشخص لنفسه. ما الذي سوف يحدث لي؟ ما الذي سوف يحدث لعائلتي؟ لقد رأيت دموع الأمهات ورأيت الأطفال الصغار. فتاة صغيرة قالت: سيدي الرئيس، حيث كانت تتحدث لغة إنجليزية، هل أبي وأخي سوف يكونوا على ما يرام؟ هل سوف أراهم مرة أخرى؟ هناك العديد من الإخوة ومن الآباء الذين بقيوا في أوكرانيا للدفاع عن بلادهم.
لم يكن علي أن أسمع أو أفهم اللغة أو أتحدث اللغة حتى أشعر بهذه المشاعر التي تشعر بها هذه الفتاة، وأمسكت بيدها وصليت أن يكون كل هذا مجرد أمر مؤقت. للأسف الحزن الشديد أن هذا يحدث مرة أخرى، نشعر به جميعا، ولكني أيضا لمسني بشدة الكرم الذي أبداه الشعب البولندي الذين مدوا أيديهم إلى الشعب الأوكراني وفتحوا قلوبهم وبيوتهم لهم فقط للمساعدة. أود أن أشكر أيضا زميلي زملائي الذين يساعدوا في توفير احتياجات هؤلاء اللاجئين. لا يجب أن تتحمل بولندا هذه المسؤولية وحدها، كل دول العالم لابد أن تتحمل هذه المسؤولية معا. والولايات المتحدة تلتزم بتعهداتها تجاه هؤلاء اللاجئين. لقد وفرنا لهم 300 مليون دولار من المساعدات الإغاثية، المياه والغذاء والسكن. وفي بروكسل أعلنت أننا على استعداد أن نلتزم بنحو مليار دولار من المساعدات الإغاثية. بعض المساعدات تصل بالفعل إلى بعض المدن الأوكرانية، ولكن ليس إلى ماريوبول لأنها تحت الحصار الروسي. ولكن نحن سوف نقوم بإرسال كل المساعدات الممكنة إلى داخل أوكرانيا، وكذلك مساعدات لهؤلاء الذين خرجوا من أوكرانيا. ولكن لا تأكدوا أن هذه الحرب بالفعل هي فشل ذريع لروسيا من الناحية الاستراتيجية بالفعل حتى الآن. أنا أعرف بالطبع أنه لا يمكن أن نواسي هؤلاء الذين فقدوا أحبائهم في هذه الحرب، ولكن القوات الروسية واجهت دفاع وصمود أوكراني، وهذا الهجوم قوى من صمودهم وقوى من موقفهم أكثر وأكثر. والعالم الآن أكثر توحدا من أي وقت آخر. بوتين كان يخاف من وجود الناتو على الحدود، ولكن الآن هو الذي جعل كل دول الاتحاد الأوروبي والغرب والناتو تتحد معا. ديمقراطية في العالم الآن يعاد تشكيلها. لقد قمنا في شهر واحد بما كان يمكن أن يأخذ سنوات ليتحقق. ولكن حتى في بلده في الكرملين هناك الآلاف من الروس الذين خرجوا من روسيا بالفعل، والاحتجاجات تحدث كل يوم في الشوارع. مئتين ألف من الروس خرجوا بالفعل من روسيا في فترة قصيرة للغاية، وهذا يعني أن الرسالة وصلت إلى الشعب الروسي. لقد عملت مع القادة الروس لسنوات، وجلست على طاولة المفاوضات لسنوات. دوما تحدثت بشكل مباشر مع الشعب الروسي. إذا كان يمكنكم أن تسمعوني، أنتم الشعب الروسي لستم أعداءنا.
لا يمكن، أنا أرفض أن أصدق أنكم موافقون على قتل الأطفال والنساء والرجال الأبرياء، ولا أنكم توافقون على قصف المستشفيات والمدارس والمسارح، ولا يمكن أن تقبلوا أن يتم حصار المدن وقطع كل احتياجات الأساسية عن الأسر. الملايين من الأسر شردوا وخرجوا من بيوتهم، بما في ذلك نصف كل أطفال أوكرانيا. هذه ليست أفعال دولة عظيمة. من كل الشعوب، أنتم الشعب الروسي، أنتم تعرفون وما زال لديكم وما زلتم تتذكرون ما حدث في الحرب العالمية الثانية. الذاكرة ما زالت حية في عقولنا جميعا، وأيا كان ما مررتم به، سواء كنتم عشتم هذه الأيام بالفعل أو سمعتم عنها من أبائكم وأجدادكم، فهذه الذكريات لا يمكن أن نكررها مرة أخرى. هذا هو ما يقوم به الجيش الروسي في أوكرانيا الآن. أنتم الآن أمة في القرن 21، لكم أحلامكم وآمالكم كأسر، ولكن الآن بوتين أقصاكم عن العالم بأكمله وعاد بروسيا إلى القرن 19. هذا ليس المستقبل الذي تستحقونه أنتم وأطفالكم. ولأخبركم الحقيقة، هذه الحرب لا، أنتم لا تستحقوها. الشعب الأمريكي يقف إلى جانبكم، كما يقف إلى الشعب الأوكراني الشجاع الذي لا يرغب في أي شيء سوى السلام. هذه المعركة هي معركة للسلام، لتحقيق السلام كما قلت. وحتى يتم ذلك، لابد أن تنهي أوروبا اعتمادها على الوقود الحفري الروسي، ونحن نقف إلى جانبهم. ولهذا أعلننا في بروكسل مع المفوضية الأوروبية على خطتنا لإخراج أوروبا من الأزمة الحالية. لابد أن نتحرك بأسرع وقت ممكن لوضع بنية تحتية للطاقة المتجددة، حتى لا تخضع أي دولة لسيطرة طاغية. ثانيا، لابد أن نحارب الفساد الآتي من الكرملين، حتى يتم إعطاء الشعب الروسي فرصة عادلة. ليس كافيا أن نتحدث بكلمات نبيلة عن المساواة والديمقراطية والحرية، كلنا لابد أن نقوم بالعمل الصعب في تحقيق الديمقراطية في كل يوم يمر علينا، بما في ذلك بلدي بالطبع. ولهذا جئت إلى أوروبا مرة أخرى في هذا الأسبوع برسالة واضحة لمجموعة السبعة والناتو والاتحاد الأوروبي وكل الدول الحرة. لابد أن نلتزم الآن أن نبقى متحدين اليوم وغدا وما بعدها من أيام كل الشهور والسنوات القادمة. هذا الأمر لن يكون سهلا، وسوف يكون هناك ثمن ندفعه، ولكن هذه الظلام الذي سوف نمر به لتحقيق الحرية يستحق جهدنا وتعبنا. والتاريخ يؤكد ويثبت لنا أن هذه هي مهمة التي وقعت على كاهلنا. دعونا نتذكر كيف تم كسر حائط برلين ومن فعل ذلك. إنهم الشعب الأوروبي، الشعب الأوروبي الذي حارب من أجل حريته، الشعب الأوروبي الذي حارب بشجاعة وبسالة.
هم من أمسكوا بأيدي بعضهم البعض وتضامنوا مع بعضهم البعض هنا في بولندا ومعنا. كانت هناك قوة موحدة لم يتمكن الاتحاد السوفيتي من كسرها. والآن نحن نقول نفس الشيء عن الشعب الأوكراني، هؤلاء الذين يثبتون أن أمة واحدة يمكن أن تهزم الدكتاتور. ولهذا دعونا نسمع كلمات بابا بول: لا تستسلموا، لا تفقدوا الأمل أبدا، لا تخافوا. دكتاتور لن ينهي حب العالم للحرية ولن يمنع العالم من أن يكون حرا. أوكرانيا لن تكون ضحية لروسيا. الشعب الحر يرفض أن يعيش في عالم مظلم. سوف يكون لهم مستقبل أفضل. هذا الرجل لا يمكن أن يبقى في السلطة. بارك الله فيكم جميعا، ودافع الله عن الحقيقة وعن الحرية.